Adiyat ben de sana yemelik çocuktan soğudur vardı demetin. Ola şeyin o miskintin Ahmet hayt soğudur vardı. Çanıl ko çanıl hapsi Ahmet. Laykta iyi şer taqamın da'ada ayan o vakaado. Laykta iyi şer tuha iga awana inu klipku mel der garo. O umad islamki iyi duayso. O sadax leyda abdillo iyi duayo. Hadda iyi şer gireysi. Maha ku garaayo ola şey ama ola alkeyo. Iyi şer gireya. Iyi like gireya. Subscribe iyi daha. ميل كستو أجوكتان وانا إذن وضا جعلا قلبي يعني كوضا جعلا لمن دوان السلام ما إذن كان الله إذن كو أهي هدي شيرت إي لايكت أيضا إي دهنين ماني كستو عدو ويقا يراني سا إن شاء الله بإذن الله الكريم يسو دعوه ورحول إذن مو ودي سنة يه وحا إذن ودي سنة يه لايك حن أو تابتد ميل أتابتد أد لايك كريسد أو شير كريسد كومنت قروح بدنو ليري قلنو أي إسو قرتد تنر كوادات كو عصوب تاي سبسكرايب اي دهد انت سوحي يقع هونيسا ان اوكي الهي سي صدح ده اي صدح ده عبدي اه انو الهي مركة قربي يبسو علي because of حلقية انو الهي دعاد سي اخبرو ما انتو ما انا خميس ان شاء الله بإذن الله الكريم يسود دعاي لمانتين حاولو يطنع بضان نو يقفرين اسبوعان يكن صوص عدو بإذن الله الكريم بإذن الله الكريم هولو بضان باي وفران وان رجينا يا إن عاد يوا عاوين دون تاين قبلها يعني قرح دو بضانو جانل كيكو حرم وميات سنتين ميلها بابليك إيه يباتد اوين عن لكولمو ميلها بابليك إيه قف يقاني يقفا يقونين بو والي وذي يقاني الحمد لله ما انت قف يقاني يقفا يقونين بو وحواي قلدي إلماها كا قادتي محي إلماها كا قادتين حالو هو سوء علم واد إلهي بانكو هودا شي ساك صبح اسلي جوغو حدي بابليك ميل تتعداني فديان وأصحاب تابعي وحول بايدن كده حيان مشيقها نقطة أم واحكلا نقطة أدو تتعداني دي حيكي كجر وهوشا دي تنهاجة وطو يتقف سومالي كوي مالو قف صومالي تكوي ما سو صومالي كقول على الكرب أرن كاي وحنا مقل جري عيب هذا وقف أجي هاي كل ما أوجسين تذكر كان حدانك أم كل احترام أيه كان إتشعلين أني متشعلي لكن دم بقى سو كاي كنت حدانك كم إتشعلوا ماشي أتكلش قيني سد متشعلينك الشقيان من أتكلش قيس ما جعل هجعلي إنه إيك بس إيك شقستن كوما جعل أو خمار كن أدوذة تد كوما جعل إركان بدر أو ذت لكن بين أفكار لقاق وقصلا يا وأنا الغود والله عطينا يا وأنا روح عن لقولي إيه بلا يا وأتقرح بنتا وأكو جعلنا هي بلو بقبق لكن أنا جا معهن قفك أو بنتا سلو شيء جا وأكو جعلنا من كل يدو عنكو ده أنا كاد ترن أد بنكو شعر هبلا إساحب تيات صفت هو بنت أي شيء جاي يعني. اسمه جعلنا كرسي جالس عن كفر دي مركة عن ككع أو اللي كل جيا مدوك أها كل جيا أنا صومالي كأن ككع أو أنا اللي حمني عليه نوح حن مدوي قصير دقه صانه كنه كريك هدي كرسي جا كفر دي ده تتعبان كفر دي تنكو كور إمامه أنا ولي ولو قد صومالي كقول هذا ذكرى كل ذكرى باي محاك وقول عين محا عرفت لقاقد أنا أفرت حبو جرمل كذا أنا قاني أقوله حلقة قاعد قاضي المها يوتيوب بقول صو أحكي ولا الحبس سو متي ها ولا الحبس أنا سو دو صو فريز ولا لا أروح كويتي يوتيوب كان كأركي ولو قد جرمل كذا أفرح حبو جرمل يوتيوب كان كأركي محا المها لقاقد قاضي dadka naaysan ogeyn sabab ilma lagaaga qaaday ila sabab ilma lagaaga qaaday iyo in ilma lagaaga qaaday iyo ina ilma haysatid hadaa rabtid markii aad meesha timi waxaad tiri meeqad caruur haysato waxyaala la isweydiiyo wadankee ka timi in xaggee degan tahay xaafadee degan tahay ma lagu qabaa intee caruur leedahay meeqad caruur haysata wax ka badan dadkan cadaankay kuma weydiinayaan way brifadkaaga hoose misii gelayaan عدان كنا وحا أقدر إنه حواي كو أجانب كي عدان كو ودن كو أولشي وحاس ما كلا جعلا وأقين إلما لسك قادو وين أقين إلما لقاتو وين أقين وودن كودي
haddii la qaatanida waddankooda haysto oo dagaalkii labaad ee adduunka waxaa lagu galay hindida madow iyo afrikaanta madow baa lagu dagaalka lagu galay. Wiilka cadi kombyuutarka dhabarkiisa fadhiyo 70 sano ka hor markii dagaalkii labaad ee adduunka uu dhacay. Ayagu way ogyihiin caruurtan waxaa loo qaadanaya broses inay tahay berri caruurtan haddii dagaalka saddexaad adduunku dhaco, ilmo Soomaali u dagaalamaya, ilmo diin u dagaalamaya, ilmo wax u dagaalamaya aysan ahayn, ilmahaas ayay ka tirsan yihiin maalinka ilmahaas dhasheen, ilmo waddanka ku dhashay waddanku uu leeyahay ay tahay. Waddanka aad ilmaha ku dhashay haddaad Amerika joogtid ilmahaas waa American, laakiin adiga hooyaday waxaa tahay citizen Soomaali ah. Soomaaliya waxaa tahay Soomaali American citizen ah, Soomaali citizen ah oo Mareykan ah, laakiin cunugan waddan ku dhashay waa Mareykan, waa Yurubiyan, waa hebelow. Way ogyihiin oo ayaga taas agtooda qaadashada ceebka maahano ayagaa qaatay. Laakiin ajaanibka kale ee waddamadan kale ka yimi, haddii carab noqoto, haddii cajab noqoto, haddii cid kale noqoto, carabta iyo weliba kuwan kale ee waddankan aynu dhahno walaalaheen waaye aynu dhahnaba waa dadka aadka ugu xun. Haddii xan noqoto, haddii bahalkii noqoto, haddii hebelow noqoto, marka waxaa maqli jir ceebtaada oo qof ogyah kun lama ogeysiiyo. Qof inta korkaaga soo istaago, kula diin ah oo kula dhaqan ah oo kula damiir ah oo ku dareemaya korkaaga markuu soo istaago oo kugu yiraahdo si ayaga uu u ogeysiiyo, ilaan haddii walaashay ay danqasho ka tahay intay aniga way ii timi af Soomaaliya waxay igu dhihi lahayd abaayo halkaasan kaasoo arkay maxaa ilmaadagaaga qaad. Laakiin danteeda maxay ahayd maadaaba aysan dadkani ogeyn inay ogeysiisa. Qalbigaaga xanuunsayo dareemaya ilaa meesha aad imisi fadhinayso waa kacaysaa, danahaagii howlahaagii baad galaysaa. Meesha la jooga meel babligee oo dadku wada shaqo u imaadeen waad kacaysaa, dadkii fadhiyaad ka kacaysaa. Markiiba lagu leeyahay naagtan meel maa laga qaatay, naagtan maxaa looga qaatay. Inti yarayd oo aan kursiga ku fadhiyo isku hayana xanuun ban saa isugu haya, yaan lagaa dareemi wax la dhaa mataqaana, yaan lagaa dareemi aan kursiga isugu haya dhoola cadayn iyo qosol been iyona sheekadii isdhaafiyoon dadkii la qoslo. Marki aan kursigii ka kaxayna qalbigayga xanuun weyn bu dareemaya, asoo xanuunkii dareemaya baa dadka ajaanibkaad haddana iga daba keeneen. Ugu dhehen ilmeeq cunugaaka maqan, hal maa lagaa qaatay, labo maa lagaa qaatay, kan maa lagaa qaatay, awal miyay ogaayeen? Maya, yaay ogeysii adiga. Anigii marka maxaan dareemaayo ila dadka intaas la shaqeynaya weligeena ma dhihin ilmaa iga maqan, sababtoo dadkan waxay yihiin awe. Marka anyway, qalbiga dhaawac badan oo igaga yaala ilaahay, laakiin boogahayga ilaahay boogahayga ha dhayo. Mararka qaarkood waxay isleedaa ya kaa saaro Soomaalinimada, wallaahi billaahi talaahi shalay. Markaas ayada ah oo kelmadaas gabadhaas afkeeda kasoo baxday, malako mowdka idili lahaa, malako mowdka idili lahaa oo horteeda soo istaagay kelmadaas oo iga xanuunbadneed, malako mowd tu iimaad ugu dhiilaa naftan kaa qaadaayo. Because of shalay hawsheeda waxay ku ekayd Soomaali. Haddii aan rabo dadkan caddaanka inay howlahayga ogaadaan, way caddaan badan baan lasoo shaqeeyay, muddan wadan ka shaqeynoya caddaanka YouTube-ka way daawadaan. Waxaan ku hadli lahaa luuqadda Jarmalka, waxaan dhihi lahaa anuu heblaaye ilma laga qaatay saan ikan ikan. Waxaan ogahay dadkan ajaanibka ee cadcad inaysan waxba ii qaban karin, only markii aan meeshaas joogo aniga aan sheeko u noqonayo oo kafeega igu cabaayaan. Taas la ajligeed waa waxaan jeclaystay inaan luuqadda aniga hooyaday waddankayga hooyo ayagana ay af Jarmalku dhahaan Muttersprache lagu dhaho in aan idinka idinkula hadlo oo idinka naxariis idinka soo doonto oo idinka idin bido miciin maadaama aad igu luuqatihiin
ماذا بعد يقول دتين ماذا بعد يقول دينتين ماذا بعد انجب دينا ادبان ادين وضجع لحي ادنا وادين السلام يا حن دين لي يا حن حد ماشي ايدي انجوغو برنامج انا اني اهين لما لحاني وحدانكم ما لحاني يعيد كستبين واتش قدين اني انا قال يا اسلام مدي وغسله يمد مركان كعيل قال له هرتي حنون يدرين سينا وحليله وصاري مرق قاعد مي قلق قاعد الين هلون قد علي قوينا يعني اني انا قال لي ماشي اسكي اي قري ان المهي قلقاته كاس عين هوستي سجوه أدبني وضجي على حمدي بيس الله لما أنتي مع السلامة.